في متعدد الحدود التالي: قم بتحديد الحدود بالإضافة إلى معامل وأذكر الحد. إذن الحدود هي الأشياء التي يتم جمعها في متعدد الحدود هذا. إذن الحدود هنا، دعوني أكتب الحدود هنا. الحد الأول هو 3x تربيع، الحد الثاني المضاف إليه هو ناقص 8x. ربما أنك ستقول انتظر، هل هو ناقص 8x؟ ويمكنك أن تعتبره مضافا إلى ناقص 8x. إذا ناقص 8x هو الحد الثاني. الحد الثالث هنا هو 7، إنه يسمى متعدد الحدود. كلمة متعدد تعني أنه يحتوي على عدة حدود، أو يمكنك أن تعتبر كل حد كعبارة ذات حد واحد، إنه متعدد حدود يحتوي على حد واحد. إذن هذه هي الحدود. الآن دعونا نفكر بمعامل كل من العبارات. المعامل هو ما نضربه بx، أو ما نضربه بجزء x من العبارة. إذن هنا جزء x هو x تربيع، وهو مضروب بثلاثة. إذن ثلاثة هي معامل العبارة الأولى. وفي العبارة الثانية لدينا ناقص 8 مضروبة بx، ونريد أن نكون واضحين، المعامل ليس مجرد 8 بل إنه ناقص 8، إنه ناقص 8 مضروبة بx. إذن هذا هو المعامل هنا. وهنا ربما ستقول انتظر، لا شيء مضروب بx هنا، لدي 7 فقط، لا يوجد x هنا، 7 غير مضروبة بx. لكن يمكنك أن تفكر بهذا على أنه 7 مضروبة بx للقوة 0، لأننا نعلم أن x للقوة 0 يساوي 1، ونسمي هذا أيضا بالثابت، هذه 7. هذا سيكون معامل 7x للقوة 0، ويمكنك أن تعتبره كمعامل. إذن هذا أيضا معامل. دعوني أوضحه، هذه الأشياء الثلاثة عبارة عن معاملات. الآن ننتقل إلى الجزء الأخير، وهو مطلوب منا أن نحدد أس كل عبارة. إذن أس العبارة الأولى هو 2، إنها مرفوعة للقوة 2. أس العبارة الثانية، تذكروا أنها ناقص 8x، وx تعادل x للقوة 1، إذن الأس هنا هو 1. وفي العبارة الأخيرة قد قلنا بالفعل أن هذه 7، وهي تعادل 7x للقوة 0، إذن الأس هنا يكون على الثابت، أي على 7 وهو 0. إذن هذه الأشياء هنا، هذه هي الأسس، وانتهينا.